اليوم ليس يوماً عادياً في شارع الصحافة عامة وفي مبنى جريدة الدستور تحديداً، فهو اليوم الذي تضيف به صديانة الصحافة الأردنية جريدة الدستور جذراً جديداً في مسيرتها لتزداد تشبثاً في الحضور الصحفي والوطني والتنموي. عام جديد في مسيرة لم تبني به جريدة الدستور اسماً، بات علامة فارقة في الصحافة المحلية والعربية وحتى العالمية، إنما غدت رمزاً للثبات والتطور وتجاوز الصعاب والعقبات بنجاح وتفوق، متجاوزة برئاسة تحريرها وإدارتها وكوادرها الصحفية والفنية كل عثرة يمكن أن تفرضها عليها ظروف المرحلة. اليوم تحتفل جريدة الدستور بعيدها 55، تزداد فيه ألقاً وتزداد على أوراق صنديانة الصحافة الأردنية مزيداً من القوة والتميز بخطط عملية حديثة وضعتها بكل ثبات على خارطة الإعلام الرقمي. فكانت جريدة الدستور حاضرة وبقوة في الصحافة الورقية والنجاح في درب الصحافة الرقمية، حيث سجلت بها إنجازات متعددة فحضرت عبر كافة منصات التواصل الاجتماعي وتجاوز عدد متابعيها الملايين. هي لا شك مهمة صعبة أن نحكي قصة مجد هذه الصحيفة التي نعدها جميعاً بيتاً لنا، نواجه عواصف عصفت بها نتيجة لظروف المرحلة وربما أبرزها اليوم جائحة كورونا. فكانت الصحيفة بقيادة مايسترو الإدارة التحريرية رئيس التحرير زميلنا مصطفى ريالات حاضرة في تغطية الحدث ومن خلال منهجية العمل عن بعد. لم يكن للدستور مكانة محلية فحسب، إنما تعد صحيفة عربية بامتياز وبشهادات من زميلات وزملاء من عدد كبير من الدول العربية، حيث كانت لهم صحيفتنا صحيفة الدستور فخر لبقاء الصحافة الورقية قيد الحضور والألق. عدد من الدول العربية من زملائنا الصحفيين والإعلاميين شاركونا بكلمات عطرة بالحب والفرح في عيد الدستور بتهاني كانت جميعها من قلوبهم. أردت بمناسبة الذكرى 55 لانبعاث جريدة الدستور أن أهنئ هذه الجريدة العريقة بهذه المناسبة، وأن يعني أهنئ كذلك كافة الفريق الصحفي المشرف على هذه المؤسسة المتميزة، وأن أتمنى لها مزيد من التألق والنجاح ومزيد من الإشعاع عربيا وعالميا. بحب أحكي لصحيفة الدستور في الذكرى 55 من تأسيسها، كل عام وأنتم بألف خير وإن شاء الله كمان لمزيد من التقدم في تغطية قضايا وهموم المواطنين. بسعادة وفرح أشارك اليوم زملائي وأحبتي وإخوتي في جريدة الدستور الأردنية، هذه الجريدة التي هي أحد أعمدة الصحافة العربية والتي لي شرف الانتماء لها. اليوم أشارك الزملاء والأحبة هذا الفرح الذي يعمنا جميعا على تأسيسها، آملا أن تستمر الدستور إحدى منارات الإعلام العربي. مرحبا من فلسطين، نقول للزملاء في صحيفة الدستور الأردنية كل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى تأسيس صحيفة الدستور، ونتمنى لكم مزيدا من التوفيق والنجاح. مساء الخير للأعزاء في جريدة الدستور الأردنية، كل سنة وانتم طيبين، يا رب دايما دوام التوفيق، كل التحية والإجبار طبعا للزملاء الصحفيين في الدستور، بتقودوا معركة شرسة حاليا طبعا في ظل ظروف صعبة في أزمة كورونا، يا رب دايما بالتوفيق ومن نجاح لنجاح. في عيد الدستور من كل قلبي وألمي كل أمنيات تقدم لهذه الجريدة اللي كانت نبضي في المملكة وصوتي، طاقم وجريدة فعلا تستحق المتابعة لأنها بتحتضن كل القضايا وإلها لمستها الإنسانية اللي بتحترم. كل سنة وانتم طيبين وكل سنة وانتم متألقين ومتميزين وناجحين، وبتضيفوا للصحافة العربية بشكل عام والأردن بشكل خاص، وبتقدموا لنا مادة قوية تحريرية صحفية متميزة بتجذب الرأي العام سواء الأردني أو العربي. جريدة الدستور دائما معك.